حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عالم افتراضي. معاكم طلال، وأحب أرحب بزملائي عثمان وقمر. الله يعطيك العافية. اليوم راح نتكلم عن لعبة دشت السوق بقوة، صار لهم سنين يشتغلون عليها، شركة أفلانش، وهي هوغوارتس ليجاسي. مثل ما تدرون هي عن عالم الهاري بوتر وهوغوارتس، بس قصة كومبليتلي مختلفة تماما عن القصة الأساسية. ايش رأيكم فيها؟ احنا نتكلم عن 100 سنة قبل ما تصير احداث الهاري بوتر، صح. يعني السلسله هذه، فاي احد بيلعب راح يكون هذا الشخص اللي قاعد يتحكم فيه وهو يسابق لعهد هاري بوتر مثل ما احنا نعرفه. فهي الفكره وايد حلوه. اذا نتكلم عن الاستوديو افلانش، يعني هو في السابق ما كان عنده اللعبه اللي هي تقول هذه اللعبه اللي راح تصير نجوميه، ففي ناس وايد كانوا خايفين ان اللعبه شلون راح توصل، شنو راح يكون، بس الصراحه ادوا اداء زين وايد. طبعا اللعبه نفس ما انتم عارفين اوبن وورلد ار بي جي، يعني انت تقدر تصمم الشخصيه اللي تبيها، تخوض المغامرات اللي موجوده فيها بالفانتسي. يعني احنا من واحنا صغار نتابع افلام هاري بوتر، ويعني حلمنا كنا ان نجرب نخوض هالتجربه هذه. فافلانش الاستوديو اعطاك الفرصه ان انت تجرب هالشيء هذا بكواليتي جدا عالي. الصجعاد، والحلو ان حتى قصتها غريبه، واللي ما اللي مو قاري الكتب ومو شايف الافلام يمكن ما يدقق عليها، ان العاده الطالب لما يدش مدرسه هوغوارتس يكون عمره 11 سنه، لازم كل طالب. فانت شخصيتك اللي مختارينها اول طالب يدش المدرسه عمره 15 سنه، راحت عليك 4 سنين. فوايد غريبه القصه، ويعلمونك ان ليش انت الغريب بين كلهم، مثل ما هاري كان غريب بقصته الاساسيه. اليوم احنا نتكلم عن لعبه تخليك تكون انت بطل الفيلم، ترى انت تعيش هذه الاجواء، تستكشف، تعيش ان انت يعني تعيش شخصيه ان انت واحد عايش في هذه المدينه او هذه المدرسه، وتدور تدور حواليها تستكشف الاشياء. لكن ركزوا على ان تقدر تبني اشياء خاصه فيك، يعني شيء مختلف. دائما الموضوع كاستمايز حقك انت، الشخصيه انت تبنيها، المكان انت تعدله، غرفه النوم تجهزها. هذه الاشياء ترى اعطت اللعبه احساس ان كل واحد يقدر يبدع من جانب معين مختلف، فبالنهايه انت قاعد تشكل الفيلم او القصه بالطريقه اللي انت تبيها. وخلونا يا جماعه نتطرق على جانب التكنولوجيا اللي موجود باللعبه. يعني انت الحين كلاعب لما تلعب هاللعبه هذه عندك 3 مودز تقدر تدش فيهم. المود الاول اللي هو الفيديليتي، بيسكلي يكون الفريم ريت ماله 30 بس الوضوح يكون جدا عالي، وضوح اللعبه يعني فيري هاي كواليتي. وعندك المود الثاني اللي ممكن الناس يختارونه اللي هو البرفورمانس، بدال يكون الفريم 30 يكون 60 هالمره، كونسيستنت يعني ثابت يكون 60، الحركه تشوفها وايد سلسه اكثر، لكن هالشيء هذا يطيح من الوضوح مال اللعبه. الميزه الحلوه اللي سووها بلاي ستيشن لما نزلوا اللعبه عليها انه استخدموا المود الثالث اللي هو فيديليتي وذ تريسينج وذ راي تريسينج. هالميزه هذه صحيح ان الفريم راح يكون 30 بس يعطي جانب واقعي حق اللعبه، بحيث ان على سبيل المثال تشوف مثلا انعكاس الظل مثلا من الشمس على سبيل المثال، يعطي واقعيه اكثر على اللعبه. وترى هذه يمدحونها وايد، يعني انا اشوف ناس وايد او تقييمات وايد تمدح الجماليه في اللعبه. الاضواء، انعكاس الليل والنهار، كل يوم حياه مختلفه، في تفاصيل كثيره، التفاعل ما بينك وما بين الاشياء، يعني وانت ماشي راح تكتشف كل يوم شيء جديد، فوايد جميل هذه الاضافات. هذه الإضافات تخلي اللعبة واقعية، تعيشها أكثر. فاليوم لما نتكلم عن هذا الجانب، في ناس بعد ذموا الفريم ريت اللو، في ناس ذموا مثلا المؤثرات البصرية مو قوية. فشلون يعني يصير هذا شلون أفرق ما بين ناس يمدحون وناس بعد يذمون؟ احس على حسب انت ولعبك، يعني مثلا اذا انت النوع الشخصي اللي مثلا تبي اذا سويت سبال او سويت حركه تبي حيل سموث، هذا اللي يسموه البرايورتي او اساعدني شنو برايورتي أولوية. إيه، فتكون هذه أولويتك. فإذا أنت مثلا أنا شخصيا لعبت اللعبة على الفيديليتي مود اللي هو الهاي ريزولوشن، أنا أدري إيش كثر أفلانش تعبانين على الخريطة، فعندي إنه مو وايد مهم عندي إذا مثلا مو بالضبط لما أطق السبيل يوصل حق الشخصية الثانية، وحطيت أصلا على بيجن لأن أبي أستمتع بالأجواء، أبي أحس إنه صج هو أنا بالعالم الهوغوارتس الواقعي. بس همن في ناس يهمهم إن اللعبة تكون سريعة، يعني ما يبون يشوفون لاج موجود فيها، يبون يشوفون إن الفريم ريت 60 وثابت. لا تنسن إن في ألعاب قاعد تنزل على فريم ريت 120 حتى، ف60 يعتبر عالي، بس هم في ناس يهمهم الفريم ريت اكثر من الوضوح والكلاريتي مالت اللعبه. فبالنهايه هذا اختيار شخصي على حسب اللاعب شنو يفضل. يعني بس الحلو بعد انه حتى اللعبه تدعم اللغه العربيه، فالفكره وايد حلوه ان انت يعني مو محتاج تكون تتقن اللغه الانجليزيه عشان تلعب اللعبه، اللعبه موجوده في اللغه العربيه وراح تخليك تستانس وانت قاعد تلعب هذه اللعبه. الترجمه اعتقد راح تساعد ناس وايد وراح تفيدكم وايد.
بتكلم وياكم عن واحد من أجمل أفلام بهالسنة 2023، سوبر ماريو بروس. طبعا هذا الفيلم يعني الأنيميشن من الفيلم القديم من مال 93، ما أنصحكم تشوفونه. هذا الفيلم حقق واحدة من أجمل الافتتاحيات في تاريخ السينما في هالسنة. صح كلامك، أنا من الناس اللي كنت شوي متخوف من الفيلم أمانة، لأن خفت إنه يعرضونه بطريقة ما تليق بماريو، عرفت شلون؟ إحنا كلنا ومن وإحنا صغار نحب ألعاب ماريو نلعبها، يعني مرت على أجيال وأجيال، فكنت خايف إن إنتاج أمريكي راح يكون، ويعني ممكن شوي يشوهون سمعة اللعبة بطريقة مثلا الفويس أكتنج على سبيل المثال ولا الأنيميشن، ولكن صراحة انصدمت، كان شيء وايد بوزيتيف. صدق حتى الممثلين والتم يعني اللي مختارين حق الشخصيات وايد عجيبة، يعني عندنا جاك بلاك ماسك الدور براوزر، عندنا تشارلي داي بلاينج لويجي، يعني حلوك على شخصية تشارلي داي لو تعرفونه من مسلسل Always Sunny in Philadelphia، شخصيته شوي عبيط طويل وكذي، فحسيت بالضبط يابين الشخصيات والممثلين صح مركبينهم على بعض. الحين انت قلتي كل الأبطال إلا ماريو كريس يعني برات. كريس برات فبالعكس يعني مهم ترى، ضروري مهم، بس اولا هو ما استخدم اللغه اللي احنا بنعرفها او اللهجه اللي احنا نعرفها، الصوت يعني كان الفيلم خفيف لطيف. احب اقول لكم انه هو كلف 100 مليون لكن ايراداته 1.3 مليار للحين، يعني شوف ممكن ايش كثر يحقق. طبعا هو اول يعني رقم واحد من خلال الافلام اللي تحولت عن طريق الالعاب، اي لعبه تحولت فيلم هو حاصل على المركز الاول، وهو ثاني فيلم انيميشن من بعد فروزن 2. تخيلوا المستوى اللي قدمه، فانا برايي انه فعلا هو يعني نجح في انه يوصل الفكره. تعبوا صراحة على الفيلم وايد، يعني الأنيميشن كان ممتاز، يعني يليق بسنة 2023. إحنا قاعد نتكلم على كواليتي كان ممتاز، الأنيميشن كان حلو، القصة طبعا سيمبل نفس ما إحنا عارفين، نفس ما هي ماريو لازم يروح ينقذ برنسس بيتش ومن هالأمور. بس في شغلة أحب أضيفها، إن الحلو بالكاست اللي كان شغال على الفيلم إن كل واحد أضاف لمسة صحيح منه على الشخصية اللي أداها. يعني أنا صراحة اللي يعني صدمني كان الممثل جاك بلاك اللي أدى شخصية باوزر نهائيا، وانا بالسينما ما توقعت انه راح يغني، يعني منو كان يتخيل ان باوزر يطلع يغني بهالطريقه هذه بهالطريقه الكوميديه الحلوه، فتحس ان كل واحد حط تاتش ماله. يعني بالبدايه الناس كانت متخوفه انه ممكن هالشيء يعني يخرب على الفيلم، يخرب على الاوريجيناليتي مالت ماريو، بس انا صراحه حتى الناس كلها يعني اتفقت انه اضاف لمسه حلوه حق الفيلم، صحيح شيء جديد صحيح. يعني هو صدق على قولتك كان وايد واضحه لمستهم حق الشخصيات، بس الشيء الوحيد اللي شويه يعني كأحب مثل لاعب الالعاب من زمان، ففي مثلا كلمات معينه وعلى قولتك يعني لهجه ماريو اوكي يمكن يعني راح تكون تاذينا اذا طول الفيلم قاعد نسمع لهجته، بس مثلا باوزر كجاك بلاك وايد عنده كلمات معينه كان يقولها بالالعاب وكذي، ما قال ولا واحده من الجمل اللي هي ايكونيكلي باوزر. بقول لكم شيء، احنا متعودين دائما ان ماريو يروح ينقذ بيتش، هالمره لا، هالمره راح ينقذ اخوه. ركزوا معي عادي يا جماعه، انا قعدت لي اخر فيلم وشفت الافتر كريدت سين، اعطونا تيزر حلو طلع يوشي من البيضه، فمعناته انه شنو؟ انه في جزء جديد، بس هالمره عاد لازم يكون في واريو. تدرون الحين في فاشينيستا افتراضية مسوينها شركة أو إنك اسمها إما، شخصية موجودة بإنستغرام تسوي إعلانات تحطونها بمجلات تطلع بالشارع الافتراضي، والناس قاعد يسوون لها فولو ولايكات وإنجيجمنت بالآلاف، شراكم هذا الموضوع؟ والله أنا أشوف يعني في إيجابيات وفي سلبيات. الإيجابيات إنه سهل إن أنت تروج لمنتج وترسمه، يعني هي افتراضية أصلا، بس السلبي إنه ترى في وظائف ناس هي تسوي كذي أو تعبانة على نفسها، تروح النادي تلتزم أكلها معين، وبالنهاية هذه وظيفة، فإن أنت تختلق شيء مو موجود ويأخذ وظيفة أحد ثاني، أنا أحس شوية فيها يعني توازن. أعتقد أن الفكرة الأساسية من مثل هالأمور التطور التكنولوجيا اللي قاعد نشوفه، إنه يبون يحققون التكنولوجيا الجديدة اللي قاعد نشوفها بكل مجالات اللي موجودة بحياتنا. صحيح. فهذه يعني ممكن تكون مجرد بداية على أشياء راح نشوف أشياء تطورات أكثر بالمستقبل، إنه خلاص راح تشوف إنه في ما نقول يتم الاستغناء عن العنصر البشري بالحياة، ولكن راح يصير في اعتماد كبير على مثل هالأمور هذه اللي هي الذكاء الاصطناعي ومثل هالأمور. ونفس ما تفضل عثمان قال إن فعلا يعني هالموضوع هذا فيه إيجابياته وفيه سلبياته، وإحنا نحاول إن قد ما نقدر إن يعني نستفيد من الإيجابيات ونبعد قد ما نقدر عن الأشياء السلبية.
الصج. وتخيلوا ان انت يعني شخصيه واحده بس وراك يعني فريق كامل، حتى متروح ايفنتات بالصج فريقه هم اللي قاعد يروحون الايفنتات يعني بدالها، والناس قاعد ترحبهم ان انتوا ايما كجروب كامل بيروح الايفنتات. بس احس ما في ما في تواصل بشري، يعني يصير التواصل عن طريق السوشيال ميديا، راح يصير احط كومنت يعني انزين، والايرادات اللي تربحها هذه الشخصيه ايما من ياخذها فلوسها الشركه نفسها يعني احس الموضوع مو صدق. وتخيل هي ترد عليهم، يعني تخيل لما اشوف الانستغرام مالها يعني تسولف عن يومها تقول انا كذي، يعني شنو هي قاعد تمثل لهم دور فاشينيستا، والناس عادي يدرون ان هو قاعد تمثل وقاعد يمشون معاها وعادي عاجبهم الوضع. ما ادري، انا واحد من الناس يعني ما اعتقد ان راح اتابع هذه النوعيه من الاشخاص، لان باعتقادي هم مو موجودين، يعني هو قاعد يسوي شكل ومكان مو يمكن موجود بالصدق، بس هو مو موجود، فهو يعني مطبوع او مرسوم. انا صراحه وايد ذكرني بفيلم هير شفته من بطوله الفنان خواكين فينيكس. طبعا الفيلم بيسكلي كانت قصته انه هو كان قاعد يمر بظروف صعبه، طلاق ومن هالامور هذه، فنفسيته كانت تعبانه، ولما كان في نهضه تكنولوجيه صايره اللي هو يشتري مثل جهاز نفس سيري نوعا ما اللي يخاطبك ويتواصل معاك ومن هالامور، فكان الجهاز صوت انثى ادتها سكارلت جوهانسون، فمع الوقت قامت يعني تشيل الهم عنه، قامت تساعده تنصحه لانه خلاص هذا صار ذكاء اصطناعي، مع الوقت حبها. فأنت متخيل شون هذا هني الفيلم تعرض على نقطة وايد مهمة اللي هو سلبيات مالت هالشيء، لأن خواكين فينيكس يعني لما تقمص هالشخصية هذه بس حس إنه في نقص من ناحية إنه أبي أحد يراعيني، أبي أحد مثلا يعني يحس فيني ومن هالأمور، فمنو اللي قام بهالدور هذا؟ بدال يقوم فيه إنسان قام فيه شنو؟ ذكاء اصطناعي. فيشرح لك شلون يعني صراحة القصة كانت وايد حلوة وطريقة سردها كانت حلوة وسابقة حق أوانها، لأن نعم. الفيلم كان ب 2013. اليوم شلون الوضع؟ اليوم الـ AI مدخل في كل شيء. وعلى فكرة احنا مثل ما قلنا في البداية ان لا إيجابيات، أكيد إيجابياته وايد، ولكن أيضا لا سلبيات، فأنت لازم تقيم، يعني لازم تقيم. مثلا أنا واحد من الناس الحين أقول لكم أن مثلا أنا ما أفضل، في ناس غيري يفضلون، فيعني هي خلي الحرية للكل. فالفكرة أن أنت تقرر هل هذا الشيء يناسبك ما يناسبك، بالنهاية هذا واقع افتراضي احنا عايشين فيه، يعني أنت بالنهاية تقرر أنت بيتكم عيالك عائلتك شلون، وهذا شيء موجود في مساحة الانترنت. الانترنت اليوم مو محكور، ما أقدر أحكر الانترنت علي أنا، ما أقدر أحكر الانترنت على أي أحد، فبالعكس كن واعي، شوف أنت شنو تبي تسوي في حياتك، وبالعكس أنا أعتقد بالنهاية لك القرار. نرحب في ضيفنا خليل الساعي، عضو اللجنة الكويتية الأولمبية للألعاب الإلكترونية، حياك الله. الله يحييك ويعطيكم العافية على الاستضافة، وإن شاء الله اليوم هذا راح تكون يعني حلقة حلوة وخفيفة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. طبعا في البداية نبي نتكلم عن الرياضة الإلكترونية، شنو هي الرياضة الإلكترونية؟ الرياضة الإلكترونية طبعا بشكل بسيط يعني ما نبي نعقدها، هي نفس الرياضة العادية لكن تقول بدون حركة. انزين يعني انت بالرياضه الالكترونيه تستخدم فيها طبعا انت الاجهزه الالكترونيه، انزين نفس البي سي او البلاي ستيشن او هم من عن طريق الموبايل، تستخدم فيها طبعا انت قدراتك مثلا البصريه العقليه، وتكون طبعا رياضه الكترونيه فيها بطولات بتكون فرديه او جماعيه. بشكل بسيط يعني هذه هي تقدر تقول رياضه الكترونيه. وايد حلو. ومتى بلشت بهالمجال ووين وصلت الحين؟ طبعا من وانا صغير كنت احب هالسوالف، زين كنت العب نظام بلاي ستيشن 1 سيجا ومن هالاجهزه، بس تقدر تقول يعني بلشت جد بهالمجال تقريبا ب 2008، زين كانت بلعبه كول اوف ديوتي، بلشت كنا ندش تحديات وبطولات، والحين الحمد لله صار عندي فريق اي سبورت اللي هو تراي فورس، في تقريبا فوق 70 لاعب وإداري من الكويت ومن برا الكويت، وحاليا هم أنا عضو باللجنة الأولمبية الكويتية للألعاب الإلكترونية، هذا اللي وصلنا له حاليا. ومتى تأسست اللجنة الأولمبية حق الألعاب الإلكترونية في الكويت وشنو كانت مسؤولياتها وين وصلوا الحين؟ هي بلشت تقريبا ب 2004،
طبعا من مسؤولياته طبعا بالكويت ينظمون بطولات، انزين هم يساعدون الشركات عشان ينظمون بطولات، وبرا الكويت اللجنه طبعا اذا صارت في بطولات خارجيه ان عشان يشارك كمنتخب الكويت اللجنه الاولمبيه طبعا تكون مسؤوله ان تسفر اللاعبين، توفر لهم مخصصات، تساعدهم بوايد امور، توفر لهم مدرب، توفر لهم طبعا البيئه الكامله عشان اللاعب طبعا انه يروح برا ويلعب ويعني ويؤدي يعني بأفضل طريقة. ممتاز. الحين ما شاء الله احنا قاعد نتكلم عن دعم، دورهم في انهم يدعمون. صح. شنو ناقصكم في هذا المجال خصوصا ان في لجنة اولمبية قاعد تشارك، قاعد تساعد، قاعد تدعم، قاعد تسفركم، ممكن حتى المكان يكون مهيئ، قاعد تهيئ لكم مكان. شنو اللي ناقصكم؟ شوف يعني اللجنة الاولمبية يعطيها العافية ما قصرت، بس يعني مستحيل ان اللجنة الاولمبية بروحها ان بدعمها ان خلاص ان توفي كل شيء. يعني احنا نتكلم مجال العاب الالكترونيه هذا مجال كبير انزين، فيعني احنا مثلا نقدر نقول كلاعبين بهالرياضه دعم مثل ما تقول ممكن دعم شركات او القطاع الخاص انزين، ما في دعم كبير. يعني بالكويت قاعد تصير في بطولات لكن مثلا الجوائز يعني جدا بسيطه، رمزيه رمزيه. تصير عادي بطوله مثلا بالكويت المركز الاول 200-300 دينار، انت تتكلم برا مثال عندنا السعوديه تصير بطولات المركز الاول عادي $1,000,000. صح. احنا بالكويت 10 بيسيات على واي فاي واحد. أيوة. ونحاول يعني تلقى في جمهور يبون بس ما في دعم. أيه. ف يعني ناقصنا دعم مثل ما تقول من القطاع الخاص، ممكن انه شوي يشجع الشباب ان يدشون بهالمجال وياخذونه جد اكثر. ودنا لو نعرف عن تاريخ اللجنه، يعني شنو المشاركات اللي شاركتوا فيها وشنو القادم حق اللجنه بعد. حلو. طبعا وايد كانت في مشاركات، انا بحاول اذكر كم واحده. طبعا اللجنه نظمت اللي هي دوره الالعاب الخليجيه للرياضات الالكترونيه الثالثه، صارت بالكويت، شاركه وصارت في بطوله اللي هي ليج اوف ليجندز ولعبه فيفا، وهم كانت حق شباب وحق بنات منتخبات. بلعبة فيفا منتخب الكويت خذوا الميدالية الذهبية، وبلعبة ليج اوف ليجندز منتخب الكويت خذوا اللي هي الميدالية البرونزية المركز الثالث. بغيرها من البطولات طبعا عندنا شاركنا بلعبة سوبر سماش بأكثر بالسعودية، بقطر، بالإمارات، وخذوا يعني أغلبهم خذوا المركز الأول فيها. وصارت في بطولة بقطر بلعبة فيفا، كانت البطولة من تنظيم لجنة أولمبية الإقطارية، وخذ فيها اللاعب مشاري الكايد لاعب منتخب الكويت خذ فيها المركز الأول. هذه البطولات اللي أذكرها حاليا. عندنا إن شاء الله في بطولة بنشارك فيها اللي هي دورة الألعاب الآسيوية، راح تكون بشهر 9 بالصين، مشاركين فيها احنا منتخب الكويت لعبة فيفا وهم لعبة ليج اوف ليجندز. ممتاز. وايد حلو. الحين سولفنا شوي عن بطولات الكويت والكويت وان شاركت، خلينا نسولف عن شيء الحين قاعد يصير معنا مباشره اللي هو كاس العالم مال اوفر واتش، وقاعد نشوف التيم مال السعوديه شلون قاعد وايد يبدعون، واحس اول مره قاعد اشوفهم بهذا المنظر والعالم كله قاعد يشوف ايش كثر الخليج ما شاء الله بهالالعاب الالكترونيه يعرفون يلعبون ويشدونها. صح. هو يعني الخليج بالألعاب الإلكترونية ما شاء الله عليهم، يعني في لاعبين مبدعين حيل. لكن يزن اي يزن يعني ما شاء الله عليه مبدع والكل قاعد يتكلم عنه حاليا. اي خاصه السعوديه ما شاء الله عندهم باكثر من لعبه مو بس اوفر واتش. يعني مثلا نتكلم مثال عن مساعد الدوسري لاعب فيفا، هو اكثر من مره خذ بطوله العالم، كان افضل لاعب بالألعاب الإلكترونية مساعد الدوسري. ما شاء الله لأن هم الدعم عندهم جدا كبير ومهتمين بهالشيء. يعني بالسعودية أصلا أنت تكلمين اللاعبين هذه وظيفتهم، يمشي لهم معاش وهذه وظيفتهم، ما عندهم وظيفة، وظيفة أنه يكون لاعب بالألعاب الإلكترونية يعني بالرياضة الإلكترونية، فأكيد راح يبدع راح يعطي كل اللي عنده. هل هذا الشيء موجود في الكويت تطمحون له؟ جزء منه موجود، شنو مستقبله؟ يعني مثل ما قلت انت اليوم اللاعبين في بعض الدول هذه يعتبر وظيفه، يعني صح. هو خلاص هو مكرس حياته حق الرياضه الالكترونيه، وفي السابق شفنا حتى في بعض يعني بعض الدول مبالغ خياليه. صح. يعني خلاص تصير وظيفته هو يسوي بث، يشارك بالبث، معاه شيء من البث وشلون الطريقة، وحتى يسوون توقيع مع شركات كبار إنه يصير حصري في موقع معين. صح. شلون دولة الكويت هذا الشيء موجود مو موجود، في له مستقبل؟ يعني بالكويت
ما يعني شلون اقول لك، يمكن ان شاء الله يكون في له مستقبل زين. يعني قاعد نحاول نسوي كل يعني اللي بيدنا عشان شوي نطور من هالموضوع بالكويت. حلو. موجود ولا مو موجود؟ موجود تقدر تقول جزء بسيط. يعني في مثلا في ناس تطلع بثوث زيني لها دعم بس مو نفس برا. يعني انت ما تعتمد على الدعم انه يكون هذا مدخولك، انسى هالشيء عرفت. الا طبعا اذا انت بطال ما عندك شيء عادي كيفك. زين. يعني في شركات ممكن تعاقد وياك بس هم مو بالمبالغ القويه، مو بالدعم اللي راح يخليك مثلا يريحك ان انت ما تحاتي شيء ثاني. يعني فقلت لك في جزء بسيط موجود لكن يعني مو شيء تعتمد عليه. فنقدر نقول هو مو مصدر دخل أساسي. لا اليوم كلش. اليوم هو مساند إضافة. بالكويت إيه مو دخل أساسي. وفي ممكن في يوم من الأيام يعني نوصل لمرحلة إن إحنا نكون إن شاء الله من نفس الدول. شنو محتاجين؟ دعم. الدعم يعني قلت لك دعم من القطاع الخاص. إنزين الناس شوي يكون عندها وعي أكثر شنو الرياضة الإلكترونية، شنو مستقبلها. يعني أنت تتكلم هم لو نيب مرة ثانية السعودية قاعد يشون يعني مثل ما تقول الحكومة قاعد تدعم هالقطاع. زين قاعد يستثمرون بقطاع الألعاب الإلكترونية لأنهم فاهمين شنو مستقبل هالشيء. إن هذا المستقبل. أيوة. أصلا الحين الناس شوي شوي راح يصير عندهم الرياضة الإلكترونية أهم يعني مهمة مثل الرياضة الصجية اللي قاعد نشوفها برا. قاعد دش بالأولمبياد، قاعد تصير لها بطولات. يعني إحنا الحين مثل ما قلت لك أنا بدورة الألعاب الخليجية دشت فيها الرياضة الإلكترونية وأصلا مدخولها قاعد يصير أكثر من مدخول رياضات الثانية. وخاصة أن السعودية فيها مواهب ما شاء الله. يعني هم من عمر الدنيا يعني لعيبة فيديو جيمز ومن هالأمور هذه، فهذا الشيء يمكن هم نساعدهم أن شافوا أن عندهم فرصة فقاموا استثمروا بهالفرصة هذه. يعني ما أعتقد هم بعد شعبهم أكثر فما شاء الله يشوفون مثلا إحنا مثلا شعبنا أصغر فالجمهور الرياضة الإلكترونية صغيرة أقل. بس السعودية ما شاء الله دولة كبيرة فتلقى حتى عندهم الأرقام يشوفون أن في ناس مثلا اللي يلعبون سوني وأكس بوكس كاشون الأرقام أن صج عدد وايد عود فيسوى أنهم يدعمونهم. والحين بالكويت أحس راح يبلشون يعرفون أن الحين مثلا عندنا كومفست وكوانتم والإيفنتات اللي قاعدة تصير وتقريبا كل إيفنت قاعد يسوونه كوميكون بالكويت في بطولة. صح. وفي مشاركين وفي جمهور فأحس أنه توها خلص الكورونا فقاعد يبلشون شوي شوي بس إن شاء الله الكويت لها مستقبل. أنا أحس في أمل يعني إن شاء الله. يعني موضوع المعارض موجود من زمان والبطولات اللي قاعد تصير الموضوع قاعد يتطور فإن شاء الله مستقبلا. اليوم أي شخص قاعد يشوفنا من خلال قناة تلفزيون دولة الكويت يبي يدش في هذا المجال شنو لازم يسوي؟ شنو محتاج؟ شوف هو الموضوع مو صعب. يعني هو مو وظيفة مثلا أنت تحتاج مثلا طبيب عندك خبرة بشيء معين. أول شيء يكون مثلا عندك شغف أهم شيء. لعبة معينة. لعبة معينة يعني إيه أغلب اللي بيحترف أنت لازم تركز على لعبة معينة. إذا أنت عبقري هذا شيء ثاني يعني. فيكون عندك شغف حاب هالشيء مخصص له وقت مثلا تتدرب في يعني ترى حتى الأبطال اللي بالعالم كل واحد عنده مدرب عرفت. إذا بيقطع اللعبة ولا شيء مستوى راح يطيح. في ناس تدعمه فممكن هذه الشغلات تساعده إنه يبلش ويوصل مراحل يعني تفيده إن شاء الله مستقبل. كلمة أخيرة حاب توجهها؟ طبعا حبيت أشكركم على اللقاء يعطيكم العافية وما قصرتوا. يمكن حبيت أذكر شغلة إحنا بالكويت عندنا وايد مواهب يعني ممكن أن تلعب وتشرفنا بالكويت وبرا الكويت لكن ممكن في ظروف أنه ما تساعدهم غير الدعم. في موضوع وايد مهم اللي هو موضوع يعني الأهالي الأم والأبو عندنا بالكويت ويمكن هم من بايد بالخليج بشكل عام بتكلم أنا عن الكويت يتخوفون من الرياضة الإلكترونية إن يعني إن ممكن مضيعة وقت تأخذ من وقتك ما راح تفلح بدراستك ممكن تأذيك بأي شكل كان. حبيت أوجه كلمة لهم إن يعني هذا المفهوم إن خلاص المفروض إن انتهى. يعني احنا نشوف الدول الثانية شلون تطورت وشلون مثلا ناس يعني او عيالهم الصغار وين وصلوا شنو الانجازات اللي قاعد يحققونها. ممكن هذا يعني شوي عشان يخليهم ان يتساهلون بهالموضوع يشجعون عيالهم اذا كانت عندهم موهبة ولا يقصرون اياهم. كل شكر لك أخوي خليل السعي على وجودك معنا عضو اللجنة الأولمبية الكويتية للرياضة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية. كلام جميل وفعلا احنا نوجه رسالة لكل أولياء الأمور أن يهتمون في عيالهم ومنها هواية تفيد للمستقبل.
بكذي نكون وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم، نلقاكم على خير بإذن الله. ولكن في البداية نذكر أن الإعادة راح تكون يوم السبت الساعة 6. والشيء الثاني، ننتظر تواصلكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على سؤال الحلقة، واللي يقول شلون تشوفون مستقبل الرياضة الإلكترونية في الكويت. نلقاكم على خير، فما الله.